السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض طريقة مبتكرة لتقطيع وتشفية طبعا رأس العجل. زي ما احنا شايفين الطريقة دي طريقة عم غريب اللي هنعرفها دلوقتي بيشفيها إزاي. المعلم غريب طبعا تبع جزارة هارون هنا لفواكه اللحوم في منطقة الأربعين في شارع شميس، ويلا بينا نشوف مع بعض الطريقة عاملة إزاي. ازيك يا عم غريب؟ حضرتك بالصحة والسلامة. عايزين نشوف طريقتك بقى في سلخ وتشفية راس العجل. ماشي. هو دلوقتي كل اللي بيوضب دلوقتي هو نظام اللي بيبرع على الجنبين وبيطلع النقاش بتاعتها، وبعد كده بيطلع الجنبين بتوعها. تمام. ده التعضيب ده بيبقى كله لمصع عظمي، يعني حتى في عظم رفيع من ورا احنا ممكن نلاقي عظم في اللحم يعني. اللحم نفسه. احنا دلوقتي عشان خاطر نطلع اللحم للزبون ما فيهوش حتة عظمية، بنشيل كله. نشيل اي عظمايه اي واسق دي اللحمه بتطلع منها خالص. تمام. عندي نشوف بقى الطريقه دي هنعملها ازاي. هي دي اولا بتشال منها البخ. لسه رافع منها المخ دلوقتي. المخ بتشال منها، ودي طبعا راس جاموسي. انا كده بشوف الراس اصلا من السن. تمام. هاخدها من الرجل دي انا كده. طبعا احنا طلبنا من عم غريب ان هو يشتغل بالراحة شوية عشان التصوير، انما هو ما شاء الله اسرع من كده بكتير. كده بنطلعها بعد كده بشوفها هنا اتنين. دي بلطه دي عامله ايه؟ دي بلطه ما بتشتغلش في صورتين خالص. انا كل شغله بلطه. ببرع في الاول ما بينها خالص، تبقى الراس عندي كده نصين قدام دي كده اهو، قسمناها نصين. بنضف هنا ما بينها، بطلع لها من كده بلطه، بفصل بعد كده الحته دي. شايف ان البلطه اسهل في التعامل مع الراس؟ انا اتعودت عليها. اتعودت عليها. ممكن اشتغل برضه بالسطور عادي. بس انت بترتاح اكتر في دي انضف. انضف حتى في طلوع العظم بتاعها بيبقى انضف. بقالك كام سنه يا عم غريب شغال؟ انا بقالي حاجه و40 سنه. ما شاء الله. هنا بطلع العظم اللي هي الجوهره؟ هنا لازقه في الحلق اللي بيقولوا عليه اللاسه لينا احنا بقى. اللاسه؟ اللاسه. اللاسه؟ دي لاسه العجل نفسها، احنا بنشيلها خالص ما بنخليهاش العجل. لان ممكن يبقى في جزء فيه اخونا بتاع بيبقى طالع فينا. فبتشيلها اصلا؟ بتشيلها اصلا من هنا يعني. يعني ببرع عليها كده. في ناس مش بتشيلها؟ لا في ناس بتسيبها. انا بطلع عليها كده خالص اهي. بشيلها خالص. واللوزه برضه دي انا بشيلها. ليه بقى؟ اللوزه دي لو قعدت في اللحم بتضرب. بتضرب؟ لو قعدت قد ايه هي دي؟ دي اللوزه بتاعتها. مش حلوه يعني؟ لا لا، لو قعدت بتعفن اللحم. ده الغل. فتتشال افضل. تتشال بتتشال. انا ببرع عليها بشيلها خالص اهي. الراس دي بتطلع كام عظمه؟ بتطلع بالظبط 4 6 8 شيلنا الشاشات خالص، يبقى اللحم كده قدامي كده نضيف. كده الحته دي ما فيهاش عظم خالص؟ لا الجنبين ده ولا عظمايه ورا دي ما فيش عظم كده هنا 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 كده عظمايه. الجنبين دول ما فيش. لسه هطلع الضغط دي هشوف دلوقتي قدامي. ما
هطلع القشره بتاعت اللزقه. في ناس برضو بتسيبها وانا بشيلها خالص اهي. دي قشره اللزقه بشيلها خالص. القشره نفسها اللزقه بتاعت اللزقه. هنا برضو اهو بطلع على الضب خالص. هتشيل اي حاجه ملهاش لازمه. لا هتشوف دلوقتي بعينك النص ده هيبقى عامل ازاي. شوفي بعينك دلوقتي النص ده عامل ازاي خالص. ما شاء الله شكرا محترفين. لا يعني. انا اوريك. ما شاء الله. وانا اوريك كمان اللحم لما بيطلع بيطلع نضيف منيح يعني نضيف نضيف يعني. بيطلع العظم ما بيخدرش خالص لحم فيه. لا خالص. وبيطلع كمان اللحم نضيف. الشغل ده مختلف خالص عن شغل العيد والاضاحي في الاماكن اللي انا شغل ده على طول هنا في المحل. ده شغل انا كده كله في المحل. ما فيهاش اي حاجه. ده هنا شغل في المحل. ادي اللزقه ما فيهاش قطعه ميه حتى. يعني حتى ولا كل حاجه. خدت بالك هنا في عظمه عين بتبقى جوه. في ناس بتدب عليها بتكسرها يعني بتفتفتها جواها. انا بشيلها برضو. انا بشيلها برضو عشان ما تبقاش في اللحم يعني. انا هبقى فارق خالص. بص بص دوت مش هياخد حاجه خالص يعني. ده زي ده عادي. دي عظمه العين اللي جواها اهي ما بين الجواره وما بينها. بشيلها خالص اهو. في ناس بتدغدغها جوه اللحم يعني. في ناس بتدغدغها وبتسيبها زي ما هي عشان تعمل وزن معاها. اهو تعمل معاها وزن. اي فتفوطه بشيلها. ده الفرق بقى بين شغل العافيه وشغل الفن طبعا. لا 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 في ناس بتستعرض. هنا هنا ممكن بيستصعب الشغلانه دي. بيستصعبها يعني. الثانيه اسهل. الثانيه اسهل كده. بصي ولع الميه خلاص. ادي النص دوت كده ولع الميه. كده تمام. النص نفس النص الثاني هو بيتهيأ لاخوه. يعني لو لفينا كده هنلفها. ده كده من غير العظم وهنا. كده من غير عظمها وكده بعظمها. نفس الحوار برضو نفس العمليه اهو. ده عشان الزبون ياكل حته لحمه حلوه ما يلاقيش فيها عظم تكسره وضرسه. ممكن تكسره. 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 ما شاء الله. ممكن تضرب في ضرس بتاع عيل صغير لحم. مشكله. الله يبارك لكم. بتسيبه كده يعني بيبقى مدلدل مع اللحم عادي لكن انا بشيله. شكله مش ظريف. هو سقف الحلقه اللثه اللي احنا بنقول عليها اللثه بتاعتها. فبتشيله بمطوله خالص. ممكن تعمل لك كام راس في اليوم كده يا عم غريب؟ لا انا اي راس اي حاجه بتيجي انا بعملها. ما شاء الله. ما بتاخدش حاجه. تاخد منك الراس قد ايه في الطبيعي؟ في الطبيعي؟ من غير كاميرا يعني. يعني 10 دقائق 9 دقائق. بسم الله ما شاء الله. بالشغل اللي احنا شايفينه ده. مفيش ولا اي حاجه. ده الكلام ده على الطبيعه. هو كده طول الطبيعه عشان احنا بنصور. احنا طلبنا منه كده. لكن انا على طول بخلصها على طول وانا واقف. عندك تكتر منها دم هو هيجي عليك. ادي هي اللوزه دي احنا برضه بنطلعها من الجنب الثاني اهو. ادي اللوزه اهي. واحده ودي الثانيه. اللوزه اهي. لان هي تضرب اخونا اصلا. في ناس بتبيعها؟ بس هنا عشان المحل قديم. بس احنا اقدم ناس في السويس كلها يعني. المحل دوت بتاع حاج هارون. حاج هارون. فكل شغلنا على نظافه. فبيقول لك كل حاجه تشيلها زي ما تخليش حاجه في اللحم نهائي. طبعا احنا صورنا الحلقه كامله عن فواكه اللحوم. اللي ما شافش الحلقه هنسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. حلقه جميله جدا جدا. نفس الكلام الناحيه الثانيه برضه. ادي هنا اللزقه بطلعها. ادي اللزقه حتى البدايه ممكن اسحبها. ابرع عليها الجنب الثاني كده اهي وبنزل بيها. مين اللي علمك الشغلانه دي يا عم غالي؟ انا اتعلمت وانا بالظبط عندي 10 سنين. 10 سنين؟ يعني كنت عايز يعني سواء. اول راس عملتها كان عندك 10 سنين؟ اول راس اتعلمت فيها كان عندي 10 سنين وخدت بلطه في ايدي هنا يعني ضربت بلطه.
كانت متعلمه هنا في جدي. كنت بتعلم ببلاش بقى. انا لسه فاكرها لغايه دلوقتي. بص الجنب الثاني اهو ما شاء الله. ودي اللزقه اهي دي احلى حته في اللحمه كلها. كنت لسه هسالك افضل قطعيه بقى هنا في لحمه الرز. هي انضف حته دي اللي هي اللزقه اللي هي الخدين يعني. هي بتبقى مستويه رباني اصلا ما بين العظم. يعني ما بين العظمه ديت وما بين العظمه الثانيه افضل اللحم مداور العظم فعلا يعني طعمها بيبقى احلى ومستوي بسرعه. مستوي بسرعه ونعمه وحته ناعمه. نعمه ناعمه. واللسان اللسان حلو كويس. في ناس بتقبل اللسان. هي كده لسه شيكان خش النضافه تاني. ده لسه كمان هنضف بعد الجزء. هتنضف تاني؟ اه. لسه كمان هنضف بعد الجزء. حاجه بره الزبون تشهر. مفيش اي غلط. يعني الاكلات دي بصراحه محتاجه عارف اللي هو ايه الواحد ياكلها بنفس يعني لو ما كانش فيها نفس الواحد ما ياكلهاش بصراحه. اكيد ثاني حاجه هو الزبون بيشوفها بيبقى اهم حاجه النظاره. هو بيجي بياخد بعينيه بيبص الحاجه بالظبط. هو اللي بيجي بيشوفها ايه بتاكل اللي هي نظيفه قدامه وبياخد. هي اصلا طازه بتبقى باينه قدامه يعني الطازه الحاجه الطازه بتبقى باينه قدامه. الجلد بتاع الجاموسي احسن من جلد البقري مش كده؟ طب في الطعم البقري البقري افضل راس البقري. البقري حتى عظمه خفيف كمان. جلده خفيف وعظمه خفيف. حطوا التلج بقى. كده احنا نضفنا خالص. هي نفس الجنب دوت نفس الجنب دوت مفيش ولا عضمايه ما بين الجنبين نهائي. اهو حطينا ايديا كلها فيها اهي اهي اللزقه اهي ولا عضمايه ولا ورا ولا قدام. دي التشفيه بطريقه المحترفين. دي الطريقه اللي انا شغال بيها على طول يعني من السويس هنا من صغري. والتوضيب الثاني انا بوضبه. انا بقى ايه؟ ما استخدمش ساطور خالص. لا ما بستخدمش سواطير وممكن استخدم ساطور. هنا الشفه ببرق عليها خالص. كده بقى هنسلخها. انا كده داخل في السليخ. هنا الشفه بجيبها على ايديا هنا بدل ما بجيبها وانا واقف. بعد كده الشفه خالص. انا بمسح اللحمه ما بغسلوش. ليه؟ عشان ما يغيرش لونه. لو غسلته بيغير كام سعر لحمه الراس؟ في 60 في 70 في 80 حسب ايه؟ والله حسب العلفه نفسها يعني في جزار يبقى عارف وفي بعيد جايه من مصر من بره في سوداني في بيجي لكم انتوا الراس السوداني والحاجات المستورده؟ بيجي لنا بلدي كله البلدي بس كله شغل الفريزيا برضه ما عندناش فريزيا كله بلدي عندنا كده. احنا بنشوف فيها تفرق الراس الكبيره من الصغيره؟ بتفرق يعني عجل كسر غير مش كسر. ده ايه؟ كسر صغير. ده ايه؟ راس صغير مش كسر بيبان من السنان. يعني لو جبنا السنان كده بيبان من السنان. ازاي؟ السنان هنا مستوى واحد. تبقى ايه؟ لباني لسه ما كسرش. يعني صغير؟ صغير. لو كسر يبقى لو كسر بيخش لي الجزء دول بيختلفوا عن اللي الاربعه اللي ورا اللي جنب دوت شكلها هيبقى مختلف. مختلف يعني انتوا بتعرفوها من السنان. هنا بنسلخ خلاص اهي نطلع السلخ. حتى ما بطلعش فيها بدن خالص بخلي اللحمه نضيفه زي ما هو كده ما بطلعش جلد فيه. ما شاء الله. انا ممكن اقرص على البدن اجيبه ولا بس انا ما برضاش عشان برضه الزهور. الله يبارك لك والله وتسلم ايدك. بس انا ممكن اقرص على البدن خالص اجيب كل البدن ده. بس انت مش عايز تهدر اي حاجه منه. لا هو كمان عشان الزبون حتى لما ياكل حتى هيستطعم باكله. يعني لما الزبون ياكل هيستطعم باكله. هو ده اللي بيفرق بين جزاره والثانيه يعني فوق اللحوم؟ بيفرق 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 من سنه لسنه. ايه بيفرق من محل لمحل؟ يعني انا بجهز الحاجه جايه من السلخانه جاهزه المفروض انا بعيد عليها ما بجهزش زي ما انا. شكل الرز بقى عامل ازاي اختلف تماما. بسم الله ما شاء الله. انا خلصت خلاص؟ بشيل بقى انا بقى دوت. دي
دي العين. يعني هو حضرتك الشغل مش فلوس بس. وبشيل ده يعني سيدنا عبود برضه بيعمل كل حاجه. ما شاء الله. وبشيل ديت برضه ما تبقاش مع الزبون. ملهاش لازمه. الصرصور دوت بشيل. وبرضه في ناس بتحطها؟ اه بتسر. بسير كده وبقطع ديت. في ناس برضه بتقشرها. لا انا بشيلها خالص. ما شاء الله انت بتشيل كل حاجه ملهاش لازمه. اه ده دي بقى ايه؟ يعني المحل قايل على النظام دوت. واحنا مع المحل. احنا انا بمسح برضه اللحمه اهو. بص حضرتك ادي اللحم يختلف خالص توضيب عن توضيب. الله ينور بجد. ده توضيب عن توضيب. حلو كده على الحمام. اه بس حلو كده لحمه الراس متشفيه ومسلوخه وكل حاجه. ولحم احمر جميل جدا. في مراحل تانية يا عم غريب؟ في مراحل تانية. ايه بقى؟ في ان انا ممكن اخد على العظمتين من عند العينين وابرح من ورا واشيل الضبه اشيل الضبه نفسها بالخشب. اه دي طريقه. خمسه ولا سته؟ تمام. انما لا في مراحل ثانيه ولا خلاص كده بقى هتتسلم للعمار يبيع؟ لا ده كده على البيع بقى. دي كده خلاص بقت جاهزه للبيع. ادام انا مسحت كده اللحم حتى اللحم منور ما ينفعش احط عليه ميه. ميه بالظبط ربع ساعه مع الهواء مع الشمس. تزرق؟ تسود؟ اه بيغير لونه. ايوه بيبعد. تحس ان الحاجه دي بايته. فالحاجه دي طازه طازه. الشغل بقى اللي بيعملوه في العيد بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى مختلف وبيحضر جامد؟ هو شغل العيد حسب بقى الصناعيه. يعني الصناعيه حسب ما هو عايز يعني. انا بقدر الزبون مثلا الزبون جايب لي لحمه. يعني شغلك في العيد هو ده؟ هو الشغل ده. حتى ناس كتير بيطلبوني. والله. الشغل ده بيجيبوا لك الراس وانت بتعملها؟ اه بيجيبوا الراس والكوارع بعملها. تكلفتها كام لو حد جاب لحضرتك الروس والكوارع وكده؟ حسب بقى يعني من انا للزبون ممكن اقول مثلا الروس والكوارع اخد 800 اخد 200 حسب التقدير يعني والاتفاق وكده يعني. وفي ممكن اقول 200 ويديني 400 ممكن يديني 350 ممكن يديني 300 ممكن يقول معايا 100 ربنا يبارك لك والله العظيم يا عم غريب. احنا بمرض الله يعني مش بنقص على حد. الله يبارك لك والله حاجه جميله جدا وطريقه محترفين فعلا يعني. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه بشكرك جدا جدا. شكرا ليك يا عم غريب. بشكرك جدا. الف شكر ليك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. بشكركم جدا لحسن المتابعه واتمنى ان شاء الله لو الفيديو النهارده عجبكم يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب لاول مره يشوف القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.